رفع تدريجي للأجور بنسبة ستصل إلى 47% حتى 2024. بالمجازاة، إقرار رفع معاشات المتقاعدين لتتماشى مع الحد الأدنى المضمون للأجور. رفع منحة البطالة من 13,000 دينار إلى 15,000 دينار جزائري مع تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية. رئيس الجمهورية يمضي قدماً نحو صون كرامة المواطن من خلال الحفاظ على قدرته الشرائية وتحقيق عيشة كريمة له. فيما يخص يعني المنحة السياسي الذي يتوجه إليه السيد رئيس الجمهورية والتي تتجه إليه الدولة الجزائرية من حيث الحفاظ على الاستقرار وتمتين الجبهة الداخلية وتمتين التلاحم بين المواطنين، وهذه الدولة التي تقوم على أساس البعد الاجتماعي البعد الديمقراطي، فإن السيد رئيس الجمهورية يواصل إصراره على ضرورة الحفاظ على كل ما يدعم هذا الاستقرار وهذا التماسك. لذلك جاء في برنامج الحكومة وفي ميزانية الدولة أيضا ما يدعم هذا التوجه من رفع الأجور ومن حتى ورفع معاشات التقاعد ومن حتى البطالين. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الوطني لم يتعافى بعد من تداعيات جائحة كورونا بالإضافة إلى أزمة الأمن الغذائي التي تضرب العالم، إلا أن الدولة الجزائرية لم تتخلى عن سياسة الدعم، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، إلى ضمان استقرار أسعار المواد واسعة الاستهلاك مثل آخر قرار والذي يقضي بمنح حصرية استيراد وتسويق البقوليات لهيئة تابعة للدولة وإجراءات أخرى كثيرة. لاحظنا في الآونة الأخيرة بعض النشاطات الحكومية وبعض القرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية في إطار تحسين ظروف المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية بالنسبة للمواطن. كنا ناقشنا في قانون المالية 2022 وجدت هناك مادة التي تسعى إلى الاتجاه نحو الدعم المستهدف للمواطن، للقدرة الشرائية للمواطن أو للحالة الاجتماعية للمواطن، أي رفع الدعم المباشر للمواد الاستهلاكية وتعويضها بدعم موجه. إجراءات مكثفة للتكافل بمختلف الشرائح العمالية بالجزائر هي عنوان إرادة سياسية ترافع لتكريس العدالة الاجتماعية واستقرار الجبهة الاجتماعية، فرغم ما يعيشه العالم من تذبذبات مد وجزر تسعى السلطة الجزائرية إلى تحقيق عيشة كريمة لمواطنيها.